بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبنائي طلاب الصف السابع، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة الحديث الشريف الجزء الثاني. بداية أبنائي الطلاب، علينا أن نتعرف على أهداف الدرس. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بدرس فضل صلة الرحم ودرس حق الجوار. أولاً، حديث فضل صلة الرحم وأهميتها، من الصفحة 41 إلى الصفحة 51. وقبل أن نتعرف أبنائي الطلاب على الأسئلة، استمعوا جيدا للتوجيهات الآتية. 1- استعينوا بالله عز وجل وجددوا نياتكم في التعلم. 2- اقرأوا الأسئلة قراءة صحيحة ولا تتسرعوا أثناء الإجابة. 3- دونوا الأسئلة والإجابات في دفتر خاص للمراجعة. ومع السؤال الأول، ما الأمور التي تعين وتساعد على صلة الأرحام؟ هناك أمور تساعدك على أن تصل رحمك، ما هذه الأمور؟ فكروا أبناء الطلاب. رائع، بارك الله فيك، الاستعانة بالله تعالى. ممتاز، الحذر من العواقب، المحبة والتسامح، مشاركة المناسبات، استحضار فضل صلة الرحم وثوابها. السؤال الثاني، عدد وسائل صلة الأرحام مع ذكر أمثلة لكل وسيلة منها. وسائل صلة الأرحام عديدة أبناء الطلاب، فما هذه الوسائل؟ بارك الله فيك وأحسنت، وسائل صلة الأرحام وسائل أصلية ثابتة، وسائل متطورة، وسائل مادية، وسائل معنوية. فما أمثلة الوسائل الأصلية الثابتة؟ ممتاز، مثل الزيارة، السلام، الاطمئنان، تفقد الأحوال. فما أمثلة الوسائل المتطورة؟ بارك الله فيك، مثل الاتصال الهاتفي، التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأمثلة الوسائل المادية هي؟ بارك الله فيك، المساعدة بالمال، تقديم الهدايا، المساعدة في المناسبات. أما أمثلة الوسائل المعنوية هي؟ رائع، التهنئة، التعزية، المواساة عند المصائب. ومع السؤال الثالث، وهو ما معنى قطع الرحم؟ ما المقصود بقطع الرحم أبناء الطلاب؟ فكروا ولا تتسرعوا أثناء الإجابة. قطع الرحم هو؟ رائع وبارك الله فيك، الهجران والصد وترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب. ومع السؤال الرابع، ما حكم قطع الرحم وترك صلتها؟ ما هذا الحكم أبناء الطلاب؟ فكروا حتى تجيبوا إجابة صحيحة. قطع الرحم؟ رائع وأحسنت، قطع الرحم حرام ويجب الحذر منه أشد الحذر. هيا بنا أبناء الطلاب نتعرف على السؤال الخامس، كيف تؤثر صلة الرحم في تماسك المجتمع؟ بالتأكيد صلة الأرحام تؤدي إلى تماسك المجتمع، فكيف يحدث ذلك؟ فكروا أبناء الطلاب. رائع وبارك الله فيك، صلة الأرحام تقوي الروابط المعنوية بين المجتمع الإسلامي، فيصبح المجتمع الإسلامي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وماذا أيضا؟ بارك الله فيك، صلة الأرحام تعزز مبدأ التكافل والتعاون والمحبة بين الناس. رائع، صلة الأرحام تشعر كل إنسان في المجتمع بقيمته في أسرته ومجتمعه.
تعالوا بنا أبناء الطلاب نسترجع الدروس المستفادة من حديث فضل صلة الرحم وأهميتها، فمن يذكرها لنا أبناء الطلاب؟ فكروا قبل الإجابة ولا تتسرعوا. أول درس هو رائع وبارك الله فيك. صلة الرحم سبب للبركة والرزق. ممتاز، صلة الرحم سبب لطول العمر. بارك الله فيك، صلة الرحم سبب لنيل رحمة الله تعالى. أحسنت وبارك الله فيك، حرمة قطع الرحم. وما سلة الاختيار من متعدد أبناء الطلاب؟ عليكم أن تقرأوا الاختيارات الأربعة قراءة صحيحة ولا تتسرعوا أثناء الاختيار. فالسؤال الأول من الاختيارات المتعددة هو: من الأمور التي تعين على صلة الأرحام المعاملة بالمثل، المعاملة بحذر، المحبة والتسامح، التبرك بالصالحين. فما هذا الأمر عزيزي الطالب؟ رائع وبارك الله فيك، من الأمور التي تعين على صلة الأرحام المحبة والتسامح. أما السؤال الثاني من أسئلة الاختيار من متعدد: جزاء قاطع الرحم مسامحته، الموت من غير توبة، الطرد من رحمة الله تعالى، الحرمان من الجنة. فما جزاء قاطع الرحم؟ بارك الله فيك، الطرد من رحمة الله تعالى. والآن مع الحديث الثاني، وهو حديث حق الجوار، من الصفحة 18 بعد 100 إلى الصفحة 26 بعد 100. وأيضا عليكم أبناء الطلاب أن تنفذوا التوجيهات التي قلناها في بداية المراجعة. ومع السؤال الأول: من يستطيع أن يسمع لنا الحديث الشريف الخاص بحق الجوار؟ فكروا أبناء الطلاب واسترجعوا حفظكم لهذا الحديث. رائع وبارك الله فيك عزيزي الطالب. عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. السؤال الثاني نتعرف من خلاله على راوي حديث حق الجوار، فمن يذكر لنا نبذة مختصرة عن راوي الحديث الشريف من حيث اسمه ونسبه، إسلامه، أبرز صفاته، وفاته. فكروا أبناء الطلاب حتى تسترجعوا هذه المعلومات عن راوي الحديث. ما اسم راوي هذا الحديث؟ رائع وبارك الله فيك، هو خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه. فمتى أسلم هذا الصحابي الجليل؟ بارك الله فيك، أسلم قبل فتح مكة، ودخلها مع المسلمين يوم الفتح وهو يحمل أحد ألوية قبيلته خزاعة. فما أبرز صفاته؟ بارك الله فيكم، ممتاز ورائع، كان من العقلاء ذوي الرأي، وكان زاهدا، أي كان حكيما وذكيا وزاهدا. فمتى توفي هذا الصحابي الجليل؟ بارك الله فيك، توفي عام 68 للهجرة في المدينة المنورة. ومع السؤال الثالث نسترجع فيه معاني المفردات والتراكيب، فمن يذكر معاني المفردات والتراكيب الآتية: لا يؤمن، لا يأمن، جاره، بوائقه. فما معنى لا يؤمن عزيز الطالب؟ بارك الله فيك، لا يكتمل إيمانه. وما معنى لا يأمن؟ ممتاز، لا يسلم من أذاه. فما المقصود بالجار؟ رائع، الجار هو القريب منه في السكن أو في العمل،
فما المقصود ببوائقه؟ بارك الله فيك، شروره وأذاه. السؤال الرابع، علل. كرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله والله لا يؤمن 3 مرات في الحديث الشريف، فما السبب عزيز الطالب؟ فكر قبل الإجابة. بارك الله فيك. عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. فما سبب تكرار والله لا يؤمن 3 مرات؟ بارك الله فيك، يؤكد في هذا التكرار على أهمية حق الجوار. ومع السؤال الخامس، نتعرف فيه على أنواع الجيران وحق كل نوع منهم. فمن يذكر لنا أنواع الجيران أبنائي الطلاب؟ بارك الله فيك، أول نوع هو جار له حق واحد وهو الجار غير المسلم، وهذا الحق هو حق الجوار. النوع الثاني هو جار له حقان، فمن هو هذا الجار؟ بارك الله فيك، الجار المسلم، وهذان الحقان هما حق الجوار وحق الإسلام. أما النوع الثالث هو بارك الله فيك، جار له 3 حقوق، فمن هو هذا الجار؟ بارك الله فيك، الجار المسلم ذو القرابة، قريبك. فهذه الحقوق الثلاثة هي رائع، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. السؤال السادس هو كيف تحسن إلى جارك؟ فالإحسان إلى الجار صور عديدة، من يذكرها لنا أبنائي الطلاب؟ فكروا قبل الإجابة ولا تتسرعوا. صور الإحسان إلى الجار هي رائع وبارك الله فيك، بدءه بالسلام، طلاقة الوجه عند لقائه، زيارته والاطمئنان عليه، معاونته عند الحاجة، مشاركته أفراحه وأحزانه، غض البصر عن عوراته، تحمله والصبر عليه، إهداؤه ما تيسر من طعام. السؤال السابع، نتعرف من خلاله على ثمار الإحسان إلى الجار، فما هذه الثمار أبنائي الطلاب؟ بارك الله فيكم، رائع وأحسنت عزيز الطالب. أول ثمار الإحسان إلى الجار هي انتشار المحبة بين أفراد المجتمع، والثمرة الثانية هي بارك الله فيك، اكتمال الإيمان ومحبة الله تعالى لنا. ممتاز، تماسك المجتمع مما يجعله أكثر قوة وتميزا. بارك الله فيك، إعطاء صورة صحيحة وجميلة عن الإسلام ترغب غير المسلم فيه. أما صور إيذاء الجار، من يذكرها لنا أبنائي الطلاب؟ استرجعوا الأخطاء التي تقع من الجار في حق جاره، ما هذه الأخطاء؟ بارك الله فيك عزيز الطالب، النظر إلى عورات الجيران. ممتاز، إلقاء القمامة أمام بيوتهم، رائع، رفع الصوت إلى درجة مزعجة ومؤذية، أحسنت وبارك الله فيك، منع الماعون عنهم، رائع، التنصت على أحاديثهم. من يسترجع معنا أبنائي الطلاب الدروس المستفادة من حديث حق الجوار الآتي؟ عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري. فكروا أبنائي الطلاب لتستنتجوا الدروس المستفادة من هذا الحديث.
أول درس هو بارك الله فيك، الإحسان إلى الجيران من علامات الإيمان. رائع، إيذاء الجيران يمنع اكتمال الإيمان. أحسنت، الإحسان للجار المسلم وغير المسلم. بارك الله فيك، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاقات التي تؤدي إلى تماسك المجتمع. رائع، الإسلام دين أخلاق حميدة يراعي حقوق كل الناس. وما أسئلة الاختيار من متعدد؟ عليكم أن تقرأوا الاختيارات الأربعة أبناء الطلاب ولا تتسرعوا أثناء الاختيار. فأول سؤال من الاختيارات المتعددة هو راوي الحديث الشريف، حديث حق الجوار هو الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، أبو شريح رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فمن راوي هذا الحديث أبناء الطلاب؟ بارك الله فيك عزيز الطالب، راوي هذا الحديث هو أبو شريح رضي الله عنه. السؤال الثاني، يدل تكرار والله لا يؤمن ثلاث مرات على أهمية حق الجوار، عدم النسيان، عدم الإيمان، التأكيد على الإيمان. ما دلالة تكرار والله لا يؤمن ثلاث مرات أبناء الطلاب؟ بارك الله فيك ورائع، يدل على أهمية حق الجوار. الزيارة والاطمئنان على الجار تعتبر من الإحسان إليه، التدخل في شؤونه، البحث عن أسراره، التفاخر والتباهي. تعتبر من؟ رائع، الزيارة والاطمئنان تعتبر من الإحسان إلى الجار. التنصت على أحاديث الجار تعد من صور الاهتمام به، الإساءة إليه، الاطمئنان على أحواله، المشاركة له. التنصت على أحاديث الجار تعد من صور، رائع، الإساءة إليه. أبناء الطلاب، شكرا لإصغائكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.